محمد نبيل العربي، شركة أكسيل ترافو، اختصاص أشغال عامة وتنوير عمومي. المشروع هذا متمثل في الأرصفة والبردورات المضيئة اللي عندها امتيازات كبيرة برشا، منها السلامة ومنها إثراء الجمالية على المدن وعلى جزر الأرصفة اللي عندنا في البلاد. الاستهلاك متاعها هو استهلاك قليل جدا، معناتها في حدود 12 فولت. الفايدة متاعها كبيرة برشا، تنجم تضوي الشارع وتضوي معناتها الكياسات من مسافة طويلة برشا. المشروع هذا جاء في نطاق دعمنا للتظاهرة لتعيش صفاقس عاصمة الثقافة العربية، وكمساهمة منا مع بلدية صفاقس، تنسيق مع بلدية صفاقس ومع المنظمة لنجاح التظاهرة هذه. مشروع نموذجي هذه منكم هيبة منا احنا بلدية صفاقس. احنا كحملة سيب التروتوار نسقنا مع سي نبيل العربي وقلنا علاش لا ما نعمموش الحكايه هذه. صارت اتصالات مع بلديه، مش كان بلديه صفاقس هنا، بلديه قرمده، بلديه اخرين، وقلنا تتعمم هذه كما موجود في قطر، كما موجود في بلايص اخرى. دونك سي نبيل مشكور تطوع بالبروجي هذايا، رومبون صغير باش على اساس فما 17 جيراتوار نجموا نعمموهم بالتنسيق ديما مع صفاقس عاصمه للثقافه العربيه ومع بلديه صفاقس اللي وعدت ان شاء الله تشوف اترافير هذا دونك الموديل الصغير انه كيفاش نجموا منه. اول حاجه يزين البلاد، قلنا زين التروتوار، زين لي رونبون كيما عملنا في ساقية الزيت وعملنا في بلايص اخرى، وكيما حاجه اخرى انه يجم يبعد علينا مثلا حوادث كيما عباد تجي ما تراش رونبون ونشوفهم كيفاش يطلعوا. دونك ماهوش لون، مش معناتها الالوان تتعدد، مش كان الابيض والاحمر. وحاجه اخرى الضوء نتاعو مش خوي برشا، لون هذا ومن بعيد يعطي جماليه خاصه في وسط البلاد. والقادمه ماهيش بيدنا احنا، ان شاء الله هي بيد عاصمه الثقافه العاصفقس، عاصمه الثقافه العربيه، ولا بلديه صفاقس باش تبنى هي المشروع. الخطوه الاولى احنا تكفلنا بها وان شاء الله تكون في المستوى مع زوز المنظمات هذيا.